معنا شيخ، هناك عقدين، عقد مع الله وعقد مع البشر. العقد الذي مع البشر كان الناس جيدين استمر انا جيد معهم، الناس كانوا سيئين كل واحد الله يرعاه، هذا قانون البشر، ما ارتاح لك ما اقدر استمر معك. حتى الزوج والزوجه اذا لم يتفقا ها افترقا، افترق على طول. واصحاب العقود اذا تعاقدوا وما قدر كل واحد يوفي مع الثاني يفصلون الشراكه، لانه لابد من الاثنين كل واحد يؤدي، الا العقد مع الله. الله لا يمكن في لحظه من اللحظات تقول بطلت اتعاقد مع رب العالمين، لان الله عز وجل كل ما تريد ان تشترطه لنفسك فان الله كفى فيه. هذه الورقه يا اخوان فيها شروط، فوق نحط الشروط اللي لنا وتحت نحط الشروط اللي علينا. فلما نجي نتعاقد مع الله، وش الشرط اللي نحطه على الله؟ وش تشترط على الله؟ وش الشيء اللي انت خايف منه تشترط؟ تشترط العدل؟ ها؟ تشترط الرحمه؟ والله ما اشترط شيء، ما تشترط شيء على الله. اذا النص اللي فوق فاضي، ايش يبقى؟ يبقى الله وش يطلب منه؟ جهدنا يصير على النصف الاسفل هذا، على النصف اللي في الاسفل هذا هو جهدنا اللي نقوم به. طيب عندما تتعاقد مع الله وتعمل له وحده، يبتليك الله عز وجل بمن لا يعينك على الاستمرار في هذا العقد، بمن لا يهتم فيك، او يبتليك بمن يؤذيك، او يبتليك بمن يعطلك. فالان انت امام خيارين، اما ان تستمر في العطاء، انت تستمر في العطاء وفي الخير لان الظروف ملائمه والظروف مناسبه، واذا كانت الظروف ما هي مناسبه فانك لا قدر لا تستطيع. انا عشان الوقت ما يضيع بختصر لكم في هاجر عليها السلام، نحن نقول عليها السلام دعاء. هاجر من هذه؟ هاجر زوجة ابراهيم. اي نعم، زوجة ابراهيم الخليل، كانت امه اخذها من مصر وبقيت معه قرابه السنه، ثم انجبت اسماعيل، ثم جاء ابراهيم ووضعهم في مكه. هذه المراه العظيمه